بدأت في جنيف صباح اليوم محادثات السلام بين الأطراف اليمنية برعاية الأمم المتحدة. وقالت مصادر مقربة من المفاوضات إن ممثل الأمم المتحدة إسماعيل ولد الشيخ أحمد نشر مسودة للمشاورات تستند إلى قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2216. وأكدت الأمم المتحدة أن المحادثات الجارية في سويسرا يجب أن تترافق مع وقف للعمليات العسكرية وبدء عملية انتقال سياسي لتقدم يستند إلى التفاوض والحوار والوفاق. يذكر أن محاولتين سابقتين للأمم المتحدة فشلتا في جمع طرفي الحرب في اليمن. وينضم إلينا من جنيف مفادنا لبيب فهمي. لبيب، ما الذي سرب حتى الآن عن هذه المفاوضات، وما هي أبرز النقاط الخلافية التي يتناحر بخصوصها الطرفان؟ نعم، أولا الأكيد أنه مباشرة بعد الهدنة كأن الكل كان ينتظر بدء الهدنة، هدنة وقف إطلاق النار، بدأت المفاوضات في جنيف. لم تبدأ في جنيف حيث مقر الأمم المتحدة، ولكن بعيدا عن جنيف في مكان لم يعد سريا ولكنه مكان مغلق لهذه الاجتماعات التي تجمع جميع الوفود المشاركة في هذه المفاوضات. الجلسة بدأت بكلمة ترحيبية من قبل موفد الأمم المتحدة لليمن، وكذلك يعني هناك قواعد عليها اتفقت عليها جميع الأطراف لسير هذه المحادثات قبل بدء جلسات العمل التي تكونت من جلستين، جلسة خاصة بالإطار العام للمحادثات وجلسة يتعلق بإجراءات الثقة. الجلسة الإطار العام تتعلق بكيفية بدء العملية السلمية في اليمن، خاصة اعتمادا على قرار المجلس الأمن 2216، وإجراءات الثقة تتعلق بما يمكن أن تقدمه هذه المحادثات ويمكن أن يقدم في المستقبل من نتائج ملموسة للشعب اليمني، سواء تعلق الأمن بالوضع الإنساني أو الوضع الاقتصادي. هذه جلسات العمل التي ستستمر من أجل التوصل إلى اتفاق أولي على الأقل لهذه المحادثات، وكيفية تنفيذ هذا الاتفاق، وما دور الأمم المتحدة في هذا الاتفاق، وكيف يمكن تنفيذ كل هذا، مع العلم أن ربما ستكون هناك اجتماعات مقبلة، غير أن هذه الاجتماعات ستحدد في هذا اللقاء. الأمم المتحدة اليوم تريد إعادة الثقة بين الأطراف، وأيضا تريد أن لا تفشل هذه المحادثات كما حدثت من قبل، وتريد تحديد والعمل لمسودة الاتفاق حاليا ومسودة عمل للأيام أو الأسابيع أو الأشهر المقبلة. المهم بدء عملية سلمية في اليمن. شكرا جزيلا لك نبيل فهمي.